تحديات مؤتمر إفريقيا للطيران 2018 واللي بتستمر لحد بكرة بحضور وزير الطيران شريف فتحي ومشاركة أكثر من 650 شخصية دولية وإقليمية في مجال الطيران وممثلي شركات الطيران حول العالم. استعرضت شركة إيرباص أحدث منتجاتها واللي بتوفر أعلى معايير التوافق مع متطلبات شركات الطيران في إفريقيا خلال لقاء إعلامي أقيم امبارح على هامش مشاركتها في قمة إفريقيا للطيران.